سوق السراي أحد أشهر أسواق بغداد، تميز بموقعه ومحلاته وتاريخه الممتد إلى بدايات تأسيس الأسواق في عاصمة الرشيد. يعود تاريخ السوق إلى عصر العباسيين، وتحديداً في أواخر القرن الهجري الخامس. أما اسمه الحالي وبناؤه الحديث فقد أنشأه والي بغداد الوزير سليمان باشا في سنة 1206 للهجرة الموافق 1797 للميلاد، وكان يتضمن 33 دكاناً ومخزناً وخانة.